استاذ عماد النتكة اول كومنت معانا، اول تعليق عماد النتكة. يا استاذ عماد مساء الفل، عايز اتكلم معاكم في موضوع مباراه الزمالك والاسماعيلي ونتكلم في حاجات مهمه جدا. قبل ما اروح لمباراه الزمالك والاسماعيلي ونتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع، عايز اقف قدام حاجه مهمه جدا. قبل المباراه ما زالت مشكلة مرتبات العمال والموظفين في نادي الزمالك هي حديث الساعة، ومرتضى منصور ما زال يرفض انه يدي الناس فلوسها، وما زال مصمم على اذلال العمال والموظفين. قبل المباراة النهاردة او بالامس الموظفين او بعض منهم طلعوا لمرتضى منصور. عماد انتكا مساء الفل يا عمدة. العمال والموظفين طلعوا المرتضى منصور وقالوا له احنا عايزين مرتباتنا، قال لهم انا ما عنديش فلوس واصبروا عليا. هذا التطور الكبير، انا احكي لكم القصة واللي حصل بالتفصيل. مرتضى منصور قال لهم انا ما عنديش فلوس واصبروا عليا، ما انتوا كنتوا بتصبروا على ممدوح عباس بالثمان شهور. رد واحد منهم وقال له ممدوح عباس ما اخر لناش فلوس طول عمره، واقصى تاخير كان بيحصل 3 4 ايام، ولو اتاخر جدا يقبضنا يوم 5 من الشهر. لكن ما حصلش ابدا ان ممدوح عباس عمل معانا اللي احنا بنشوفه ده. راح قال لهم لا، ممدوح عباس كان بيتاخر بالتسع والثمان شهور. رد واحد تاني قال له على فكره التاخير 8 شهور ده حصل مع الفرق الرياضيه، لكن مع العمال والموظفين ما حصلش ابدا. وكانت ناس بتسلطنا ان احنا نعمل مظاهرات على ممدوح عباس لو اتاخر قبض اسبوع او 10 ايام. قال لهم مين الناس دول؟ قالوا له الكابتن صبري بتاع تنس، هو اللي كان بيتامر على ممدوح عباس، وهو اللي كان بيعمل المظاهرات، وهو اللي كان يخلينا ننزل عشان نعمل مشاكل ضد الراجل، والراجل كان كريم معانا، وما فيش مناسبه عدت علينا الا ما كان يدينا مكافئات من جيبه الشخصي. طبعا الكلام ما عجبش مرتضى منصور، لانهم بيمدحوا له في ممدوح عباس الراجل المحترم، ومرتضى ما بيحبش كده وبيكره كده لانه بني ادم كره نفسه. قال لهم انا ما عنديش فلوس واوسع ما معاكم اعملوه، ولما تجيني فلوس بقبضكم، وراح طردهم. النهارده انت بتتكلم يا سيدي الفاضل في ناس مرتباتها 2000 جنيه. يعني انا لما قلت 3000 جنيه اتصل بيا ناس كتيره قالوا لي احنا بناخد 2000 جنيه، يا ريت بناخد 3000 جنيه. والوزير لما راح له النادي مرتضى كان واعد الوزير انه يقبض الموظفين بعد ما يجي يزوره في النادي. جزاره يوم الخميس اللي فات وافتتح الجيم اللي فيه اجهزه هاني العتال اللي سرقها مرتضى منصور هو وعياله، وعمل جيم غير مطابق للمواصفات ومش مرخص وما فيهوش اي شروط لسلامه ولا امان، وافتتحه له الوزير بالمخالفه للقانون، واداله فلوس الوزير والاجهزه ما جاتش، وسرقوا اجهزه هاني العتال بتاعه الجيم القديم بتاعه. كله ده وفي الاخر الوزير ما قادرش يحكم على مرتضى انه يقبض العمال والموظفين، ما قادرش يحكم على مرتضى منصور انه يقبض العمال والموظفين. راجل فنكوش وراجل ظالم وراجل محدش يعني عارف ياخد معاه حق ولا باطل، ولكن سنظل نفضح كل هذه الامور، لاني انا من الناس اللي واثقه جدا ان هذا الرجل سينتهي ان اجلا او عاجلا. ان عاجلا او اجلا. فده اللي حاصل يا جماعه، وده اللي حصل مع الموظفين. عشان كده الناس دخلت النهارده، ناس من قلب نادي الزمالك النهارده كانت بتتمنى نادي الزمالك يتغلب من الاسماعيلي. علشان خاطر هم مش بيتمنوا الهزيمه للزمالك، هم بيتمنوا الهزيمه لمرتضى منصور اللي دمر نادي الزمالك واهان نادي الزمالك. للاسف الشديد كان لازم ابدا واقول لكم الظلم ما بيجيبش بطولات، والظلم ظلمات يوم القيامه. كان لازم ابدا بدي واقول لكم كمان على حاجه، النهارده سوء حاله الكثير من اللاعبين لانهم ما وصلهمش مستحقاتهم، ومحدش قبض ومرتضى ضحك عليهم وقال لهم عجب اديكم كل فلوسكم، وده ما حصلش نهائيا.
ما حصلش نهائيا، وكل الكلام بتاع ان اللعيبة خدت مستحقاتها عاري تماما من الصحة. ادهم شهر اول واخر من المرتبات وجزء بسيط من المستحقات. هو ده ساسي؟ هو ده طارق حامد؟ هو ده يوسف اوباما رغم الهدف اللي احرزه؟ ادي فلوس اللعيبة يا مرتضى، لان كده اللعيبة مش هتجيب بطولات للنادي، لان اللعيبة ملاقياش تصرف وملاقياش تدفع الاقساط اللي عليها. عيب كفاية. عارفين قال ايه للعمال والموظفين واللعيبة لما بيسألوه على المستحقات؟ قال لهم انا ما عنديك فلوس، وراح جاب الادارة المالية وقال لهم مفيش جنيه يطلع، كل الفلوس تتجمع عشان نديها لخالد بوطيب ونحل مشكلة خالد بوطيب. قال لهم كل الفلوس تتجمع على كان ياخدها خالد بوطيب عشان يحل مشكلة خالد بوطيب، لان زي ما قلت لكم ده فيلم معمول علشان يطلع كل الفلوس لخالد بوطيب، لان خالد بوطيب هددهم بمصايب. واوعى تصدق موضوع الشكوى للاتحاد المصري والكلام الفارغ ده. طب خالد بوطيب ليه ما عملش زي ما عمل حمدي النقاز وراح اشتكى في الفيفا وحقه لانه كسر له اكتر من شهرين؟ اشمعنى الاتحاد المصري لكرة القدم؟ كله ده فيلم عشان يقول لك عايزين نحل مشكلة خالد بوطيب، لان موضوع خالد بوطيب فيه فضايح وهقولها لكم بالمستندات ما تقلقوش، ولكن انا بختار التوقيت المناسب اللي اتكلم فيه. اروح معاكم لمباراة الزمالك والاسماعيلي. طبعا اسوأ ما في هذه المباراة هو محمود عاشور. محمود عاشور من وجهة نظري بطل تحكيم من سنتين ثلاثة، لان محمود عاشور مش فاضي غير للبزنسة ومش فاضي غير لشركة السياحة اللي هو فيها، وراجل محترم وناجح على المستوى الشخصي وله مني كل احترام وتقدير، ولكن محمود عاشور من اول ما بدأ يسقط في الكوبر، ومن اول ما بادي انه ما بيقدرش يجري، ومن اول ما بدأ يطلع له كرش، ومن اول ما واول واول واول، وفي الاخر مرتضى منصور خده في ايده كده في احد الماتشات وطلع بيه. محمود عاشور سيء. واسوأ ما في المباراة ليه؟ اولا الزمالك والاسماعيلي مفيش حد يستحق الفوز، كلاهما لعب اسوأ مباراة، ولكن الزمالك نقول العدل بيقول ان المباراة 1-0 للزمالك. ضربة جزاء الاسماعيلي وهمية وضربة جزاء الزمالك وهمية، ضربتين جزاء ملهمش اي 60-30 لازمة، الاتنين من اختراع ومن خيال محمود عاشور. ضربة جزاء الاسماعيلي الاولى خيالية لا اساس لها من الصحة، احمد عيد ما لمسش الولد. ضربة الجزاء التانية اللي هي الاولى اللي جاب منها الزمالك الجون التاني بتاعت الزمالك اللي هي التانية في المباراة اقصد، ليس لها اي 60-30 لازمة ولا تتحسب ضربة جزاء. اسوأ ما في المباراة محمود عاشور. وانا مش لاقي اي حاجة اتكلمها عن اللعيبة. الزمالك سيء، سيء جدا، سيء جدا، ولازم جماهير الزمالك تقلق على الزمالك في مباراة الترجي. دفاع شوارع، انتوا عارفين مين اللي شايل الزمالك؟ ابو جبل. لو ابو جبل مش فورمة الزمالك يتغلب كل المباريات اسكور. حد يزعل من الصراحة، والله العظيم الزمالك سيء. الاسماعيلي بقى بيشهد، يعني الاسماعيلي على ملعبه بيشهد. سيبك من الفرص اللي ضاعت، الفرص اللي ضاعت من الاسماعيلي دي للأسف الشديد يعني رعونة وسوء تركيز، ولكن الزمالك سيء ما يطمنش لا في سوبر إفريقي ولا في سوبر مصري. يعني نتمنى التوفيق للزمالك امام الترجي، ولكن انا فعلا بقول لكم الزمالك ما يطمنش. الزمالك سيء وسيء جدا. هذا الرجل كارديرون فقد تركيزه، الفرقه واقعه بدنيا، مفيش تركيز في الملعب، الناس كلها زي الزفت، الناس كلها زي الزفت، لا استثني الا ابو جبل، لا استثني الا ابو جبل خلال المباريات اللي فاتت. نفس الوضع قدام الحرس، فوز غير مستحق، والنهارده قدام الاسماعيلي فوز غير مستحق، وحكم سيء. ده حكم مش عايز يا سيد يا احمد يلبس نظارة، ده عايز يلبس مكبرات نظر مش نظارة واحدة بس. واعتقد ان جمال الغندور هياخد قرار كبير جدا 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 جدا
وقرار مهم بخصوص محمود عاشور، لأنه فعلا كان سيء، فعلا كان سيء، فعلا كان سيء.